برحب بيكم مرة تانية. وطبعا شفنا على مدار الأيام اللي فاتت كل هذه الجهود المتعلقة بحوافز للمصريين في الخارج. يمكن كذا مرة بنقولها إن المصريين في الخارج أو المغتربين لما تقعدوا معاهم هتلاقيهم دايما معظم أحاديثهم هي عن مصر، قد إيه مرتبطين ببلدهم وقد إيه بيهمهم كل ما يحدث في مصر من تطوير. وطبعا لما نتكلم على الجهود الأخيرة بنشوف مجموعة من الحوافز، كلام عن إنشاء شركة مساهمة مصرية للمستثمرين المصريين في الخارج، بنتكلم على موضوع تمويل عقاري حتى هيبدأ من الإمارات وبعدين ممكن يتعمم، قروض تمويلية ممكن توصل لخمسة مليون جنيه، وده طبعا زي ما بنقول هيبدأ من الإمارات ثم يعمم للمصريين في عدد من الدول الأخرى. بنتكلم على دراسة مميزات لشهادات دولارية للمصريين في الخارج في الأيام المقبلة. كمان اتشفنا آخر قرار المتعلق بقرار الحكومة فيما يتعلق بالجمارك، الإعفاء من الجمارك والضرائب والضريبة المضافة على السيارات المستوردة من الخارج، وطبعا ده من خلال وديعة هتتحط تتاخد بعد 5 سنين. يعني احنا زي ما نوينا في بداية الحلقة هذا الموضوع هيكون معانا خبراء هيكلمونا فيه، هيكون معانا محمود خيري الخبير في أسواق السيارات يشرح لنا اللي فهمه من هذا القرار ويدينا أمثلة عن القرار ده ممكن يتنفذ ازاي، وازاي المصريين في الخارج في أي دولة هو مش مرتبط بدول معينة يقدروا ينزلوا عربياتهم لمصر. كمان هيكون معانا وكيل لجنة الخطة والموازنة يكلمنا عن هذا القانون اللي أصبح في مجلس النواب بعد إحالته من الحكومة واللي بيتناقش، وبعد إقراره هيكون في لائحة تنفيذية. احنا شفنا طبعا دكتورة أو سعادة السفيرة سهى الجندي وهي بتقابل أيضا محافظ البنك المركزي لبحث كل الحوافز اللي ممكن يتم منحها للمصريين في الخارج. احنا من أسبوعين تقريبا استضفنا مصري، رجل أعمال مصري مقيم في السعودية، جه مصر وقابل الوزيرة واستلم أرض في بورسعيد عشان ينفذ عليها مشروع مهم جدا يتعلق بأدوات طبية، وقال الأدوات دي هتقلل من الاستيراد في هذه الأدوات، وعنده مشاريع أخرى طرحها وممكن كمان أنه ينفذها. النهاردة هنشوف مصري آخر ونموذج آخر لواحد من المستثمرين المصريين المقيمين في لندن، وهو الأستاذ أحمد لطفي اللي أيضا هيكون لي استثمارات في مصر في الفترة المقبلة. هنعرف كل التفاصيل معاه دلوقتي ونرحب بيه معانا في مساء دي ام سي. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اولا احنا عرفنا انك كنت موجود في مصر وقابلت الوزيره، عايزين نعرف التفاصيل اولا معاك عن اللقاء ده، وايه ابرز الامور اللي بحثتوها حول الاستثمار للمصريين في الخارج؟ هو الحقيقه احنا كنت مع الوزيره سهى الجندي، كنا بنتكلم على سبل الاستثمار اللي موجوده حاليا في مصر والبنيه التحتيه اللي اتوجدت في الفتره الاخيره واللي بتساعد حقيقي على صناعات كتير تحقق عائد كبير للدوله. وكنا بنتكلم على اهم المشاكل اللي ممكن اللي بتقابلنا عموما او اللي كانت بتقابلنا او اللي موجوده بتقابل المستثمرين سواء اذا كانوا مصدرين او سواء كانوا منتجين. واتكلمنا في إنشاء شركة أو صندوق استثماري يكون خاص بالمستثمرين في الخارج أو الأجانب عموماً، سواء اللي عايزين يستثمروا في الدولة سواء إذا كان عندهم خبرة في مجالات معينة أو ما كانش عندهم خبرة فيها بس عايزين يستثمروا فلوسهم في مكان أمان. ومصر من أمن دول العالم في الاستثمار، مفيش هزات في البنوك بتحصل عندنا زي ما بيحصل في بلاد كتير. فأأمن مكان الواحد يحط فيها الأموال بتاعته ومدخراته حقيقي هي البلد. ولكن أحيانا كتير جدا بيبقوا المغتربين عايزين يشوفوا عائد على الأموال ديت أو على المدخرات دي. ده تقريبا كان مجمل الحوار مع معالي الوزيرة سهى الجندي. وطبعا اتحقق يعني موضوع الإعفاء الجمركي للمغتربين على السيارات وإمكانية نزول الأسرة بسيارة بدون ما يتحمل أعباء
ضريبيه، مجرد ان هو يحط وديعه، ودي حقيقه فكره هايله جدا وفكره ذكيه بصراحه في نفس طيب الوقت. يعني أستاذ أحمد، قبل ما لانه ندخل في التفاصيل، أنا حابة أعرف هذا الإجراء لمست ردود فعل المصريين الموجودين في لندن إزاي على هكذا قرار؟ كتير حقيقه مبسوطين، ناس مبسوطه، لان في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تنزل عربيه ليها، عايز يبقى عنده عربيه في مصر، بيبقى عنده مدخرات، بقى خايف ان هو هينزل هيدفعها في الجمرك، بيعتبرها انها قيمه متناقصه. في اوروبا عموما مش في لندن بس، لا، السياره هي قيمه متناقصه مش قيمه ادخاريه، عكس شويه ممكن في ناس في مصر بتفهمها شويه انها قيمه ادخاريه. فبيبقى عارف ان في وديعه هتتحط هياخدها تاني بعد 5 سنين، ففلوسه محفوظ زي ما هي. فكانه بالظبط شاري عربيه في لندن، يعني هو كانه شاري عربيه برضه بالقيمه القليله اللي هو بيدفعها في لندن. بس هل موضوع فالناس الزيرو الحقيقه جمارك ده مبسوطه يعني. موجود في بريطانيا؟ لأنه زيرو هتختلف جمارك هنا القيمة بتاع الوديعة اللي هيحطها. موجود في بريطانيا بس، بس الضريبه غاليه، بس في ضرائب عاليه. على فكرة العربيات برضه، عشان بس في ناس كتير بتتكلم العربيات بره رخيصة. العربيات بره رخيصة، لكن المصروفات على السيارة هي عالية جدا، عالية جدا. يعني موضوع مش في 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 أوروبا، موضوع مش موضوع قيمة السيارة بس، لا، مصروفات السيارة في حد ذاتها، سواء ام او تي، يعني سواء الصيانة الدورية، سواء، فمصاريفها عالية جدا مش رخيصة يعني. لا، واحنا دلوقتي يعني عرفنا من ناس عايشة في لندن أسعار البنزين اللي غليت، وصلت ل 90 جنيه استرليني، وكمان سمعنا حتى العربيات الكهرباء اللي بتشحن كهرباء كمان زادت أسعارها. فإحنا بنقول الفواتير زادت في لندن كمان. يعني إحنا جدا بنستغل جدا وجودك جدا معانا جدا. نعرف الوضع مع الأزمة العالمية دي. هقول لحضرتك على حاجه، الازمه اللي دايره هي الازمه الموجوده حاليا، هي ازمه موجوده على مستوى العالم. بالعكس، انا بشوف ان الازمه دي بالرغم انها مواجهه لاوروبا بطريقه رهيبه، معليه فواتير جدا، معليه مخليه الناس قلقانه جدا، قلقانه انها قلقانه انها على البيزنس، قلقانه على شغلها، قلقانه على وظائفها. في قلق في كل حاجه، حتى حاليا قلقانين حتى ان يحصل حرب في اي وقت. يعني فعلا اوروبا على كف عفريت، يعني زي ما بنقول كده، هي كف على كف عفريت. لا، واحنا كمان ولكن كنا بنناقش من اسبوع الاسعار، الفواتير، اسعار الطاقه اللي زادت من 100 جنيه ل 400 جنيه استرليني، وده زياده كبيره جدا عن نفس التوقيت من السنه اللي فاتت. في اسعار فواتير الكهرباء، البنزين. الحقيقه بعض الناس ممكن يظنوا ان احنا بنقول الكلام ده عشان يعني بنبالغ، لكن احنا شفنا اكتر من أنا حاله في بريطانيا بتتكلم عن هذا الوضع. سمعنا عن اكتر من 5000 شركه اعلنت افلاسها في بريطانيا، جهاز الإحصاء الوطني البريطاني. طيب خلينا نرجع لموضوعنا وبعدين نناقش الوضع في بريطانيا. أستاذ أحمد، إحنا عرفنا إن حضرتك بتستثمر في قطاعات مختلفة، من الرخام لليخوت لإدارة المارينز، وطبعا حضرتك شفت القرارات الأخيرة متعلقة بسياحة اليخوت. استثماراتك أو اللي أنت بتحلم تعمله في مصر في الفترة الجاية، إيه أكتر مجالات نفسك تستثمر فيها؟ طيب هو الحقيقه ان ليا استثمارات في مصر، واحنا شغالين في مصر بقالنا حوالي 3 سنين دلوقتي في كذا قطاع. في قطاع اليخوت احنا كنا قدمنا مقترح، كان ليا الشرف ان انا قابلت مع فخامه الرئيس، وكنا قدمنا مقترح لتطوير تطوير سياحه اليخوت وصناعه اليخوت في مصر. لان سياحه اليخوت هي مش مجرد بس سياحه فقط، غير ان واحد جاي باليخت بتاعه وينزل الميه ويمشي، لا، ده صناعه ضخمه جدا، صناعه ليها عائد عالي جدا، صناعه المريدين ليها بيصرفوا كويس قوي. هو سايح جاي يصرف، هو بيدور على الجو المناسب للبحر، بيدور على الاماكن اللي فيها سيرفيس كويسه في السياحه. الحقيقه انا يعني بشتغل من 15 سنه في مجال اليخوت، وعندنا في الشركه حوالي 20 يخت، ما بين سياحه وما بين
حفارات، عندي حفار كمان، حفار استكشاف، يعني بشتغل في مجال الملاحه بقى لي 15 سنه تقريبا. مصر هي كان عندنا فرصتين، فرصه ساعه البريكزيت، وكان في كميه ناس كتير جدا اصحاب يخوت كانوا عايزين ينزلوا باليخوت بتاعتها في مكان امان، في مكان بعيد عن مشكله ان لازم اليخت بتاعه يطلع بره الاتحاد الاوروبي. ودي الحقيقه ما استغلناش كويس، عشان نتكلم بصراحه برضو ونقول يعني ايه المشاكل اللي عندنا. ودي كانت فرصه كبيره قوي. ومع ذلك جت الحرب هي الموجوده دلوقتي ما بين اوكرانيا وروسيا. الحرب دي برضو مخليه ناس كتير جدا عماله بتدور على اماكن عشان تحط اليخوت بتاعتها، اماكن تكون الجو فيها مناسب. في بلاد من غير ما نذكر اسماء، وانا شغال معاهم يعني برضو الحق يقال، يعني انا شغال معاهم، جذبت مجموعه كبيره جدا من اليخوت. احنا كنا اولى بيهم، احنا جونا احلى، جونا افضل، ميتنا احسن، عندنا بحرين، عندنا البنيه التحتيه في كذا مارينا اتعملت في مصر كويسين جدا. يعني انا شفت المارينا بتاعت الجلاله، والحقيقه كنا شغالين على مارينا الجلاله، مارينا عالميه، ايوه في حضن البلد، بينها وبين القاهره ساعه، يعني ممكن السائح وهو معدي اذا كان جاي من البحر المتوسط معدي على البحر الاحمر يقدر يقف، يقدر ينزل القاهره، يقدر يخش الغردقه، يقدر ينزل الاقصر ويرجع تاني الدي يوز. وده سايح من نوع خاص، مش سايح عادي، مش سايح اللي هو جاي مستني ان هو هو الحقيقة يخش أنا مش فاكرة اوتيل. رقم دلوقتي، لكن أنا يعني من كام يوم كنا اتكلمنا في موضوع سياحة اليخوت وقلنا رقم كبير جدا ما يتم إنفاقه في سياحة اليخوت، رقم كبير، مليارات ومليارات، لأن دول الأثرياء. عموما أنا هيكون لنا لقاءات تانية أستاذ أحمد لطفي بالتأكيد قريبا جدا، نتكلم عن هذا الأمر بتفاصيل أكتر من كده فيما يتعلق بسياحة اليخوت وصناعة اليخوت اللي بتستحقها مصر. إن شاء الله بنشكرك جدا إن شاء الله وبنتمنى لك التوفيق في الاستثمارات وتسهيلات أكتر وأكتر للمصريين في الخارج.